الإسلام فبهداه مقتدي. قناة صدق جارية. رمضان سلسلة رمضانية تربوية روحانية تحيي في قلوبنا محبة الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن الإمام العالم حجة المتكلمين أبي الحسن الأشعري، هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني البصري. مولده: ولد سنة 60 و200، وقيل بل ولد سنة 70. قال ابن خلكان: هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب السنة، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية، وشهرته تغني عن الإطالة في تعريفه. والقاضي أبو بكر الباقلاني ناصر مذهبه ومؤيد اعتقاده. وكان أبو الحسن يجلس أيام الجمع في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه الشافعي في جامع المنصور ببغداد. نشأته: كان في بداية أمره معتزليا متأثرا بكبار علماء العصر الذين أخذ عنهم، ومن أبرزهم أبو علي الجبائي، وكذلك أخذ عن أبي خليفة الجمحي وزكريا الساجي وسهل بن نوح وطبقتهم، لكنه سرعان ما رجع عن مذهب الاعتزال وأعلن ذلك في المسجد الجامع بالبصرة ليؤسس لفكر جديد ومذهب كلامي يجمع بين العقلانية والأثر. وإليه ينسب الأشاعرة أو العقيدة الأشعرية، وهي اليوم العقيدة السائدة في أغلب بلدان المسلمين. تلاميذه أخذ عنه أئمة، منهم أبو الحسن الباهلي وأبو الحسن الكرماني وأبو زيد المروزي وأبو عبد الله بن مجاهد البصري وبندار بن الحسين الشيرازي وأبو محمد العراقي وزاهر بن أحمد الصرخسي وأبو سهل الصعلوكي وأبو نصر الشيرازي. ثناء العلماء عليه: كان بارعا يتوقد ذكاء وفطنة وقوة منطق. قال الفقيه أبو بكر الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشأ الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم، أي أنه ظهر عليهم وأبطل حججهم، خاصة قولهم بخلق القرآن. وعن ابن الباقلاني قال: أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعري. وهذا وإن دل على شيء فإنه يدل على قوة بلاغته ومدى تمكنه من علوم المنطق واللغة والأصول. قال الذهبي: وما أحسن هذه العبارة، رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي، سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد الصرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته، فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. ثم قال الذهبي: وبنحو هذا أدين. وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة. وما أحوجنا أيها الأكارم في هذا الزمان إلى رأب الصدع وجمع الشمل، خاصة مع من يخالفنا في بعض التفاصيل الدقيقة المتعلقة بحقائق الصفات ودلالاتها وفروع العقيدة لا أصولها. مصنفاته: له العديد من الكتب، منها كتاب اللمع وكتاب الموجز وكتاب إيضاح البرهان وكتاب التبيين عن أصول الدين وكتاب الشرح والتفصيل في الرد على أهل الإفك والتضليل، وهو صاحب الكتب في الرد على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافذة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. وصنف بأخرة كتاب الإبانة في أصول الديانة، وذكر فيه أنه متبع للإمام أحمد بن حنبل، وأثبت فيه مذهب التفويض كما حقق ذلك جماعة من العلماء منهم الذهبي. وقد قال رحمه الله: إن آيات الصفات تمر كما جاءت وبه أدين ولا تؤول. وفاته: مات ببغداد سنة 24 و300 رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اشترك في القناة، فعل الجرس، وشارك كل زيادة من الأجر قناة صدق الجارية. رمضان كريم، تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب.